افتكر مثلا وانا في ثانويه عامه كده كان ليا صديق شيخ في كليه اصول الدين، وكنا نتقابل نصلي الفجر، فنتقابل قبل صلاه الفجر بشويه كده، بنروح ناكل سندوتشات كبده من عند حد معين كده، وهو كان معاه عجله ومع قران الفجر كده وبتاع، نكون دخلنا الجامعه وكده تروحوا المسجد وبتاع. فقال لي خلصنا صلينا، وقال لي انت هتروح؟ قلت له هروح. قال لي طب انا رايح للشيخ لجمال. جمال ده كان حد صناعي بيصلح جزم وبتاع وكده، عارفينه في البلد وبتاع. قلت له قال لي يعني بيكلموني في البيت يعني وحالته مش كويسه وبتاع، وهروح اقرا معاه شويه قران كده وحاجات كده وبتاع وربنا يسهل يعني. فقلت له طب ما اجي معاك وتمام. المهم رحت استنيته بره، وهو دخل. اوكي هو دخل اخد واحده. طيب بس مش هاكل تاني بقى، خلاص انا كده تمام. هاني وانت فدخل البيت على اساس ان هو يقرا عليه شويه قران كده وبتاع ويهديه. اوكي معايا ايه، وانا كنت معاه بس استنيت بره في البرنده. تمام. صديقي ده كان عنده حادثه عجيبه كده من هو صغير، كان حصلت له حادثه قطر من هو طفل، فعاش من غير ساق بجهاز يا حبيبي، ومن غير قبضه ايد. الله يرفع. فكلمني انه في هو ملبوس وبتاع وكده وبتاع، وقلت انت مش خايف وبتاع؟ لا لا خايف ايه، انا اصلا الجن ما يعرفش يلبسني لان ما يستريحش فيا، لان انا ما فيش ايد وما فيش رجل، فاهمني القصه ما يعرفش يلبسني وبتاع وكده وبتاع. فانا قعدت استنيته في البرنده، وهو دخل خمس دقايق لقيته بينط من شباك البرنده. اوف. وبياخدني وبنجري. هو؟ ايه وبتاع؟ ايه وبتاع؟ قال لي ده اتعصب وخبط في الدولاب وخبط في السرير وبتاع ومش عارف ايه وبتاع. انا ايه؟ انا مش خايف، بس انا ايه؟ ما حبيتش ان نمسك في بعض نعور بعض، وانا عارف انه مش هو وبتاع ومش عارف ايه وبتاع. قلت له تمام وبتاع ومشيت طبعا، وانا ايه؟ شاغل دماغي الموضوع ده. بعدها مثلا بحوالي اسبوع قايم الصبح، عندنا في البلد كنا بنجيب العيش بعد صلاه الفجر في الفرن، نقف جنب الفرن نجيبه عشان نشيله، واخد الكيسه بتاعتي ورايح اجيب العيش يعني، والنار لسه بيشقشق كده. ففي شارع طويل كده انا ماشي، بتشوف فيه اخره شارع فاضي خالص، انا بس اللي ماشي فيه. فجاه لقيت مين جاي؟ مين هو؟ جمال. اوف. جاي مقابلني من هناك. اوف. فانا فجاه لقيت جسمي تلج، ولقيت نفسي يعني زي حاله شلل بتحصل لي كده، مش عارف ايدي بتعمل كده، وانت مش عارف مين اللي جاي بقى. إيه؟ جمال ولا مين بقى؟ شوف كده بقى. فجاه مارشدير لفيت وجري، وانا بجري بقى كده وكده بخبط في الحيطان، وقع شويه هنا واخبط مش عارف ايه هنا وبتاع ورجع. ده هلع. ايه هلع؟ هلع. ما لسه ما فيش من اسبوع الراجل قدامي نط من الشباك، اللي هو شيخ ورايح يقرا عليه قران ورايح مش عارف ايه، نط من الشباك قدامي قبله لوحدي في الشارع الفجر. بعدها باسبوع ما جبتش العيش. وقعدت فتره ما بقومش اجيب عيش.